قلت له محمد احنا عاوزين نخش في الموضوع على طول. اتفضل. الحلقة اللي فاتت احنا كنا وقفنا عند آية اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اسمح لي قبل ما نقف عند هذه الآية نرجع آيتين ورا. حضرتك كنت قلت المرة اللي فاتت اخوة يوسف. ايوه. ومش هقول اساميهم. ايوه. طيب جالي سؤال بعد الحلقة من أحد أعزائنا المشاهدين بيقول طب ليه ما نقولش أساميهم؟ لو أساميهم معروفة أو حتى معروفة بضعف حضرتك ممكن تقول أساميهم وتقول هذا الحديث ضعيف أو هذا الأثر ضعيف، ليه ما نقولش أساميهم؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد. هي نفس القضية اللي احنا بنتكلم فيها، انا باخد القرآن ازاي، يعني انا بتناول القرآن ازاي، ودي قضية الخلاف فيها انا حسمه من زمان. الاسم الذي لم يرد في القرآن لا ألقي له بالا او اعتبارا اطلاقا، وإلا ابقى انا بفتح الباب لكل من هب ودب يقول لي لا ده مش اسمه كذا ده اسمه كذا، ويبقى هنا انا بايدي اللي بدخل الاسرائيليات اللي احنا بنقول يا جماعه احذروا الاسرائيليات. انت يمكن هتستعجب شويه، طول عمرك بتقول على ادم مين زوجة ادم، انت بتقول مين؟ حواء. احنا كتير حاولنا يا جماعه القرآن قال وقلنا يا آدم هل كان الله تبارك وتعالى يعجز أن يقول اسكن أنت وحواء، يعني إيه المانع؟ وبعدين هتقول لي مثلا أصل القرآن ما بيحبش يسكن، طب مريم مذكور أسماء النساء مثلا، يعني القرآن رد على كل من يحاول أن يدلو بدلوه في هذا الباب. اقفل الباب ده يا عماد ما تفتحوش، لأن إحنا نعاني، والنهاردة بالذات يمكن النهاردة نحاول بس نبين كيف أهين الإسلام وكيف يهاجم الإسلام بلسان أبنائه. خد بالك من كلامي، ما بقولش بأيدينا، إحنا أبناء الإسلام أبدا لا يستخدمون الأيدي، إنما بلساننا إحنا اللي شوهنا الإسلام. والنهاردة هتبلك، والنهاردة لو أنت ركزت هتفهم أنا ليه قلت كده. اقفل باب الإسرائيليات التي دبرت بليل لتحطيم هذا الدين والوصول به إلى ما هو عليه الآن. تعالوا يا جماعة نحط إيدينا في إيدين بعض للدفاع عن الإسلام وإظهار الإسلام، مش هنقول ندافع عنه يعني هنقول أكاذيب، تعالوا نقول الإسلام بحقيقته من خلال القرآن. أنا النهاردة حينما أنزل الله هذا القرآن على رسوله كانت وظيفة محمد بن عبد الله ناقل للرسالة، النهاردة أنت عملت كتاب موازي للقرآن عن طريق قال رسول الله، وده كلام لا يقبله العقل السليم. أنت عملت دين موازي للإسلام بتغلب حديث على آية، خد بالك من اللي بيحصل. بس هو أحيانا دكتور محمد الحديث بيفسر آية، هات لي حديث واحد آية. أنا موافق. بص الحلقة دي مش ها مش ها مش ها مش ها مش ها يعني مش هبقى قاسي عليك وأقول لك هات لي حديث يفسر آية. والله الذي لا إله غيره لو أتى لي مخلوق على وجه الأرض بحديث يفسر آية ما تكلمت في الدعوة الإسلامية بعد هذا اليوم. يعني الصلوات مثلا في القرآن هو ما قالش صلوا أربع ركعات، طب هات لي حديث يقول صلى أربع ركعات، أنت اللي وقعته. هات حديث واحد يقول والله أنا عايز أقوم أبص راسك، لأن أنت وفرت عليا مشوار أنا كنت مش عارف هفتحه إزاي. لو جبت لي حديث يقول ان الظهر اربع ركعات بقول لك لن اتكلم في الدعوة الاسلامية اطلاقا بعد هذا اليوم. انت بتصلي الظهر اربع ركعات ليه؟ بالنافلة المتواترة عن رسول الله مش بالسنة. صلوا كما رأيتموني اصلي من الرسول، ده حديث بص انا بقول ايه، النافلة لها شقين، نافلة الرسول الذي اتبعها والحقها بالفرائض دي تتقال عليها نافلة، والقرآن علمك تقول كده، اللي هم بيقولوا عليها السنة. احنا سكتنا كتير بس مش هنقدر نسكت اكتر من كده. كلمة السنة افتح القرآن وانت تعي القرآن وفاهم السنة لله تبارك وتعالى مش لحد غير الله.